ايه جلختوا الكرنك كده هتبدا تركبوا الاجزاء بتاعتها. ها ما شاء الله. دي المكنه دي ده الجسم بتاعها يعني. البستم ده بتاع المكن الهندي ولا المكن البيتر عموما؟ ده البستم يا جماعه، ده يركب على اي مكان بيتر ولا الهندي بس؟ اي مكان بيتر. ده الكرنك. ده الكرنك. ده اللي هتبقى فيه المنافلة والدنيا و... ده ايه ده؟ السبيكر. شوي خير. تضرب بس الزيت اللي جوا دي. هي لا ترفع الزيت اللي هو في الكرنك. سيل الكرنك ده 200؟ رقم 200. في نور 187 شحوش.
187 طب يعني ده كب عليه طيب 187 نفس بس المقاس هيختلف. هات الحداد. الحداد عم حسن. كده هتركب الحدافة يا باشمهندس. ما بدك تخش حشر برضه يا باشمهندس؟ اه. خبور ده يركب ده عشان ما تتحركش بعد كده. لازم يدك بالمرة زبة. طف طلعي على اطلع الزق مال يا باشمهندس. اطلع بالدق. بالدق برضه. اه. التقل بتاعنا يا باشمهندس؟ هتركب التقل؟ لا يمكن الكرنك. اه. تحت الصليب ده تحت الصليب. اوه ده المسمار ده لعبه في التقل ها؟ في عمود الكرنك. طلع الجلبة اسمها ده اغلى نوع ده. اه ياخد من جوا حضر الروح المساء.
جايب شحن معك انت؟ دلة من الترسي تقصر قبل السنلاتة وصيخ مجان احنا مبارح وقفنا لما كنت ده قال لي امبارح وقفنا عشان فكر كرناي كده يطلع مني ده كده سليم كده سليم مش عارف ليه تيخ تاني هنا تحط ده عشان يهز وقت ما يتفتح مع اللفه يتفتح تروح المكنه تبطل Thank you.
ديل ديل الوش. اللقم مصنوع من ايه اللي يلبسوا بيها؟ الصبح تعدي في اي حديد. يعني لهاش تانيين يا باشمهندس المكان ده يشتغل على طول على المية. Ha vuelto a la escuela.
وشرق الغرب اي دوله بعد اللي هنا تمام تمام منا ما ترجع الكره ثاني خليك اللعب لوك تعال شوف الطرمبة انت كاملين الشارع